اهلا وسهلا بكم. نذهب الى اكثر المقالات الصحفيه زياره على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي باكبر عدد من التعليقات وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج جهاله من الصحافه السعوديه. المقال الاكثر قراءه من صحيفه اليوم للكاتب محمد البكر بعنوان هذا ما اردناه يا سمو الامير. يقول منذ تولي سمو الأمير سعود بن نايف مهام إمارة المنطقة الشرقية، والناس هنا يتحدثون عن أشياء جميلة يرونها من سموه، منهم من يتحدث عن توقف موكب سموه عند إشارة المرور مثله مثل أي مواطن، وآخرون يتحدثون عن مواقفه الإنسانية، لكن هناك جهودا بذلها سموه من خلف الكواليس وتكللت الحمد لله بالنجاح بعد أن تم الإعلان عن تخصيص ميزانية واعتماد لمشروع إنشاء محطة لتحلية المياه بالجبيل بتكلفة 32 مليار ريال وبطاقة 5 ملايين طن، سيكون نصيب الشرقية منها حوالي 500 ألف طن، وهو من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها المنطقة والتي تتجاوز أهميتها أهمية كل المشاريع الخدمية مهما كان حجمها. سمو الأمير لك كل الشكر والتقدير باسم أهالي المنطقة الشرقية على هذا المشروع الكبير الذي بدد المخاوف من أزمة مياه كانت ستتعرض لها المنطقة في السنوات القادمة، ولكم تحياتي. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب خلف الحربي بعنوان إذا فسد القاضي. يقول وفقا لصحيفة الوطن، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارات بطي قيد 4 قضاة وعدد من كتاب العدل في مناطق مختلفة بعد ثبوت تهم بتزوير سكوك أراض بمقابل مادي، وقد تم رصد هذه المخالفات الجسيمة بعدة طرق، أهمها انتداب مفتشين قضائيين للاطلاع على سير العمل في المحاكم. وقد لا يشكل هذا العدد من القضاة المخالفين نسبة تذكر بالنسبة للقضاة الذين يؤدون رسالتهم بكل نزاهة، ولكن المشكلة أن قاضياً واحداً لا يتمتع بالنزاهة يمكن أن يتلاعب في مصير البشر، لذلك تأتي أهمية الدقة في اختيار المنتمين إلى السلك القضائي، خصوصاً أن وزارة العدل في خبر آخر نشرته صحيفة الحياة عن حاجتها إلى 5000 قاض جديد سوف تقوم خلال فترة وجيزة بتعيين أكثر من 3000 منهم، فلو كان 1% فقط من هؤلاء القضاة الجدد لا يتمتعون بالنزاهة أو متقاعسين في عملهم أو لا يملكون الكفاءة اللازمة، فإن آلاف البشر من مواطنين ومقيمين سوف يدفعون الثمن غالياً. في تقرير صحفي ثالث نشر أمس أيضاً، تحدثت صحيفة المدينة مع عدد من المواطنين في أروقة محاكم في منطقة مكة المكرمة، وكانت أغلب الشكاوى تدور حول الفترات الزمنية الطويلة والتي تمتد إلى سنوات وسنوات دون أن يتم الفصل في قضاياهم، وهذه مشكلة أخرى قد لا تكون لها علاقة مباشرة بالنزاهة قدر ما ترتبط بأخطبوط البيروقراطية الذي يخنق بأيديه الكثيرة الجسم القضائي، فبعض الأحكام تكون بلا قيمة إذا صدرت بعد فوات الأوان. التعليق الأبرز جاء من القارئ أبو يزن، يقول يجب تركيب كاميرات مراقبة للجلسات ويكون هناك قسم متخصص في النظر في أسباب تأخير القضاة للجلسات. المقال الذي اختاره لكم فريق يهلا من صحيفة مكة للكاتب زهير كتبي بعنوان مطابخ المستشفيات وسفلتة الشوارع. يقول الانتفاضة النظامية التي قامت بها أمانة العاصمة المقدسة وأمانة محافظة جدة كانت موفقة لأبعد الحدود ووجدت ترحيباً شعبياً كبيراً، ولكن المؤمل ألا يتبع ذلك استرخاء رقابي وترجع حليمة لعادتها القديمة، وأيضاً آمل من الأمانات القيام بحملات تفتيشية على مطابخ المستشفيات الحكومية والخاصة، فأجزم أنهم سيجدون بؤراً لتربية الفئران. ويستطرد الكاتب معادلة عجيبة، أعجبت بما كتبه أخي الأستاذ ثامر الميمان بهذه الجريدة والذي عدد فيه الرسوم التي تأخذها الدولة من المواطنين، وحقيقة أن المرحلة تتطلب إعادة النظر في قيم هذه الرسوم والعمل على تخفيض بعضها وإلغاء الآخر، فهي مرهقة على المواطن والوافد. لدى بعض المسؤولين عندنا مشكلة نفسية في عملية السفلتة، الحظ كغيري من الشعب أن الشارع الواحد يعاد سفلتته عدة مرات في العام الواحد، فالكشط ثم إعادة السفلة بطريقة سيئة جداً، لابد من تنسيق وزاري على مستوى رفيع لاتخاذ قرارات من الجهات الحكومية لمعالجة هذه الأخطاء المكشوفة والتي يتم عبرها هدر المال العام. أيضاً نبقى في المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها اليوم، ولكن بالأرقام وليس بالكلام. أربعة قواعد لمعالجة الإضراب عن العمل والتجمهر والاعتصام بالمملكة.
14 مجالاً تجارياً متخصصاً حددته وزارة العمل للمستلزمات النسائية لتأنيثها بشكل إلزامي خلال المرحلة الثالثة من قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محل بيع المستلزمات النسائية. 1.5 مليون فرصة عمل جديدة سيوفرها قطاع السياحة بحلول عام 2015. 5 مليارات ريال لإنشاء 45 مشروعاً للتراث الوطني. 70 ألف تأشيرة تركية إلكترونية للسعوديين خلال 11 شهراً، وأكثر من 200 ألف سائح سعودي زاروا تركيا في 2013. 26% نمو تأمين المركبات، وأقساط الصحي ترتفع ل 12.8 مليار، 2.4% مصابون بالانسداد الرئوي بالمملكة، 10 ملايين ريال لتعويض المتضررين من شتاء عام 1433 للهجرة. نتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول والهاشتاج الأنشط والرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة الوطن للفنان خالد الذي يرسم نهاية قضية البديلات. من الفيديوهات المتداولة اليوم على يوتيوب مقطع فيديو أشار ناشره أنها جريمة قتل متعمدة في حي من أحياء الرياض، وتم حذف مقطع آخر من يوتيوب بذريعة أنه مقطع غير لائق لأنه مثير للاشمئزاز، فيما لم تعلق الجهات الأمنية بعد على صحة هذه الحادثة المنشورة بالفيديو. من الهاشتاجز النشطة على تويتر وفاة أبناء مدير جامعة الجوف بعد وفاة 5 من أبناء مدير جامعة الجوف في حادثة السير، إذ تبادل المغردون آخر تغريدات أحد الأبناء إسماعيل البشري وصور للجثامين أثناء الصلاة عليهم. متعلق بجريمة الرياض الحقيقة مفجعة، وإحنا الحقيقة تحدثنا مع الأخوان في شرطة الرياض ووعدوا بأنه راح يكون في بيان يصدر غدا عن هذه الحادثة وتفاصيلها. تعازينا أيضا لمعالي الدكتور بشري مدير جامعة الجوف، وحادث يعني أليم جدا وروع الناس. فاصل ونعود لكم بعد قليل.